الترنيمة كانت قوية جدا كأني أول مرة أسمعها، وكأنه جسمي كله اتكهرب. مجرد ما وقفت رفعت إيدي وقعدت أرنم الترنيمة دي، وحضور ربنا حسيته في الأوضة بشكل جميل جدا. يعني يعني انت لدرجة ابتديتي ربنا قال لك اعلني قوة دم يسوع، رحتي شغلتي اليوتيوب لقيتي الترنيمة دي، ابتديتي ترتلي معاها وترفعي ايدك. بالظبط بالظبط، ولدرجة إن صوتي عالي وأنا برنمها بحماس، واتعذبت فيها قوي. فلقيت حد من التمريض جاي، طبعا كانوا بيقلقوا عليا بعد الأحداث اللي حصلت يوم الأحد، كان وقت صعب جدا. فجات لي بسرعة قالت لي في حاجة، أنت كويسة؟ فقلت لها لا، ده أنا بس كنت مشغلة ترنيمة على الموبايل. فقالت لي يعني كويسه؟ قلت لها كويسه. قالت طب ممكن اقعد معاكي دقيقتين؟ قلت لها اتفضلي. فجت قالت لي طب طالما دخلت بقى قيسة الاكسجين والحراره والحاجات. قاسه الحراره كان لاول مره من يوم 15 مارس حرارتي تكون 37. وده كان يوم كام مارس بقى؟ ده كان يوم اللي هو الثلاث 30، وده فجر الاربع 31 مارس. يعني تقريبا 15 يوم لأول 15 مرة يوم الحرارة الحرارة تنزل. تبقى 37. هللويا.